انا عندي لا فامي تاعي اللي سو سون في فاكسيني في الفارماسي دوكو جو مي سو دي بلي خير لو فاكسان في الفارماسي سورتو كي مون دوموند وقريبه علينا اكثر كو لي سونتر دو فاكسان. أيام تمر على انطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد 19 على مستوى الصيدليات. عينتنا كانت من صيدلية بشراقة بالعاصمة. إقبال المواطنين على التلقيح يتزايد منذ انطلاق العملية. التلقيح مجاني ولكل شخص يفوق سنه 18 سنة. يجينا لو باسيون نمدو له دابور ان رونديفو ومن بعد نعيطوا له باش يجي يدير الفاكسان لو لوندومان ولا لو جور ميم ابخي يا ان كيستيونير اللي نسقسيوه لي باسيون تاعنا بون سي لا دي مالادي كرونيك اذا ياخذ دي ميديكامون تاع التروبل دو ليموستاز اذا عنده اون مالادي اوتو ايمون سي لا فامي انسانت اليتانت هادوما لي بيرسون كامل ما نديرولهمش هنا او نيفو دو لوفيسين نبعثوهم لي ديسبونسير ولا لي زوبيتو. قياس ضغط الدم ودرجة الحرارة مع إجراء استبيان قصير حول الحالة الصحية للمترشح للتلقيح هو البروتوكول القائم بالصيدليات، إذ يتعذر على الصيدلي تلقيح من قد تتسبب له مضاعفات ويتم توجيهه نحو المؤسسات الاستشفائية. هاني جيت باش ندير الفاكسان، قال لك راك تشرب في واحد الدواء اللي ما تقدرش تدير الفاكسان دروك، لازم تروح للبوليكلينيك، هاني رايح للبوليكلينيك وخلاص. أكثر من 764 صيدلية انطلقت في عملية التلقيح من مجموع 12,000 على المستوى الوطني، ويتم الرفع من عدد الصيدليات تدريجياً للوصول إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين.